باليمين باليمين ايوه كده فكر بقى في ايه بوق لا كويس صباح الفل اعوذ بالله لا يا راجل عشان عشان صح عشان تخرج بصحتك انا مش مهم انا مش سامع كويس اهلا تخرج بصحتك وبعافيتك انت جاي من هناك لهنا اه والله ما اقدرش اروح جاي لف هيكون ما عندك برد حرام عليك لا والله لا لا ما بوسكش لو عندي برد خلي بالك بس بوسكش لو عندي برد ازيك يا معلم كويس الحمد لله وقت ما اخش فكر في الموضوع عارف ان مفيش مكان حاجه مؤقته زمان 27 سنه دلوقتي 27 اسبوع حاجه دلوقتي نسقط البنوك القديمه بتاع ابراهيم الشريس صح يا ريس بعد كده اي حاجه ممكن البنوك يا ريس الدنيا يرجع لاصل والفن اللي في عينيه لو الدين رجع لاصل يا ريس ما ده مش يعني ما فيش مسكوك حد مش مسكوك حد مسكوك احنا دفعنا التالي دلوقتي دفعنا اصل الدين اكتر مش كده؟ لا بس احنا عندنا كتير لسه ايوه بس احنا علينا في البنك الاهلي ربنا يبارك فيك يا رب 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 يا رب